Action. Welcome to the Dardish Show. حياكم الله شباب to another episode of the Dardish Show with the one and only Musaed Al Mutiri. Welcome to the Dardish Show, a place to sit back, relax and enjoy a good conversation. Honestly guys, I'm really 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 excited for this show. صراحة أنا have a confession, بعترف بشيء. أول مرة أفكر وأشوف نفسي المنظرة يمكن ثلاث مرات قبل أطلع بالشو today. I just really felt pressured إني لازم أكشخ عشان مساعد الطيري. لا مفروض لا مفروض لا لا ما له داعي نهائياً. يعني يقول لك إنه يعني مرات يصير عندك هذا الشعور إنه ليش الناس يعني تهتم زيادة لما أكون موجود, وهذا أتوقع إنه ممكن يمدنا الموضوع مختلف. إحنا مجتمع جدمنتل, يحبون يحكمون على الناس بشكل كبير ويحكمون عليك حتى من شكلك, يعني من شكلك من لونك من طريقة كلامك قناعاتك, ويبنون صورة يعني ذهنية داخلهم يمكن ما تمثلك بالحقيقة ولا شيء, بس مجرد أنه هو ثقافة تقول إن أنك تلبس أسود معناته أنت كذا, لأنك تلبس قصير أنت تكون كذا. هذه الثقافة انتقلت مع الناس وصارت ضدي, يعني صاروا الناس يعتقدون لأني أشتغل بالفاشن وبالملابس راح أحكم على لبسهم إذا كان قدهم ولا لا, إذا كان يناسب بشرتهم ولا لا. تلقى الواحد عادة أتوقع أنت وقف قدام مراية ماسك شيء هذا لا هذا لا هذا. فأتوقع أن هذا هو امتداد لثقافة موجودة في مجتمعنا, أن إحنا مجتمعنا لاذع, يعني ما يحتفظ برأي لنفسه, يعني حتى بربعنا خاصة الشباب. إحنا نشوف أن الشباب يواجهون صعوبة حتى في اللبس لأن ربعهم ما يخلونهم, راح يعيبون عليك وراح يضغطونك, وهذا موجود وحقيقة واقع يعني. صح. إيه. وحتى الجيل الصغار يعني قاعد ألاحظ إن حتى خواتي يعني مثلًا عمرهم 19 و21 they know so much about fashion man, it's like crazy, it's interesting. صح. Do you think it's part of what you said, يعني إن الناس تحكم عليهم ولا يقولون إن لازم يلبسون الشغلة الفلانية to be part of this group مثلاً؟ شوف هو الموضوع مثل ما قلت لك هو عبارة عن شغلة سلوك اجتماعي, يعني ليش البنات مهتمين بالفاشن أكثر من الشباب, وليش الشباب بالفترة هذه بدأوا يهتمون أكثر, لأن البنات من طلعوا عندهم لايف ستايل وعندهم اكتيفيتيز في حياتهم أكثر من الشباب. يعني العرس عند البنات عبارة عن ثلاث مراحل, في قبلة ملكة وفي عرس وفي شبكة. صح. صح. الشباب عندنا عرس وبس. أيه. الشغلة الثانية عندهم تبي تطلع مع رفيجاتها, تبي تستانس, تبي تروح قهوة, تبي تتجمع, يعني الطلعات عندها أكثر من وحدة. الشباب بشكل عام يعني بشكل عام مو الكل نفس الشيء, في شباب يمكن عندهم لايف ستايل بس الأغلبية دوام, يمكن نادي, يمكن طلعة خفيفة وبعدين بيت, ماكو شيء, فما في اهتمام باللبس. ايش اغير اذا ربعي نفسهم اللي قاعد اشوفهم كل يوم ما قاعد اشوف احد جديد؟ لكن مجرد ما بدوا يطلعون لنطاق في ناس جديده ما يعرفونها, لاماكن جديده ما يروحون لها مثل القهاوي, المطاعم, المتاحف, الجاليريز, كل هالاشياء خلق عند الشباب حاجه جديده, فصار في هذا الموضوع اللي لا خلنا نغير لبسي, خلنا اروح السوق اكثر. هذه الحاجه اللي انخلقت مع يعني طلع نيو لايف ستايل سوى هذه الحاجه عند الشباب. صح, it does make sense. وانت قلتي قبل مقابلة ان اليوم انت كان عندك ميتنج مع الريجنال, لانك الريجنال مانجرز. نو انا براند اكزيكتيف. اوكي. فشغلي يعتمد على اقسام مختلفة, يعني انا شغال في الماركتينج, شغال مع البايرز, شغال مع الترينينج, فكل هذولي محتاج اني اقعد معاهم وابدأ اعطيهم فيدباك واخذ منهم اشياء. نايس. سو What's your story, man? شو اللي خلاك تبلش بالمجال؟ أوكي. باختصار أنا الولد الأخير في ثمان إخوان شباب وبنات, من أم وأبو غير متعلمين ما يقرون يكتبون, وبدو أنا أبوي مطيري وأمي شمرية. فثقافتنا المرأة ما تقدر تطلع بالبيت من غير ما تطلع معاها رجل. كان الجاب بيني وبين أكبر إخواني كبير, وكان لما تجي أمي تبي تطلع كانت ما اقدر تاخذ الا انا, لاني انا اصغر واحد اللي اقدر اروح معاه. اخوي الكبير محمد اخوي ولد شاب يبي يطلع يبي يتمشى ما له خلق يروح سوق ويا امه, فكنت اروح السوق ويا امي. وامي من النوع اللي تشتري من السوق كل شيء, يعني امي اولد سكول, امي تسوي البهارات بالبيت, تسوي اللبس بالبيت, تسوي كل شيء بالبيت. فكنا نطلع مشوار اي يعني حتى لبسها تفصله بالبيت, امي تفصل بالبيت يعني لا زالت عندها ماكينه وشي, بس طبعا الحين يعني الشوف قل وكذي ما قامت. فكانت هي مصدر الالهام العام مالي, كنا نروح سوق الخام ونروح سوق الاكسسوارات ونروح سوق الذهب ونروح سوق العطور ونروح سوق البهارات يعني كنت حواسي كانت تشبع مع امي, كنت اشم البهارات الفريش, كنت اشم القهوه الفريش, تروح حتى القهوه الزعفران الهيل. فهذا النوع من تحفيز الحواس عندي
خلى يعني حواسي تكون ممكن متقدمة عن أقراني أو الشباب اللي كانوا معي بسن مبكر. والشغلة الثانية ما قلت لك لأن أمي تسوي الملابس بالبيت، كنت أساعدها في الخياطة، كنت أساعدها في أن أحط لها الإبرة، كنت أساعدها في أن ننقي الخامة مع الخامة، يعني kind of design بس خفيف. فهذا أعطاني نوع من أنواع الوعي الحسي الأعالي. الشغلة الثانية أمي أديبة، أمي ما قدرت تكتب لكن تنظم الشعر وتحفظه، فكانت بالنسبة لي آيدل، كانت تتكلم وتقنع الناس وعندها قدرة في الإقناع وكذي، وممكن أخذت هذا الشيء منها. فلما تروح السوق يغلبونها البياعين، فكنت أقول يعني إذا أمي الآيدل مالتي يغلبها البياع معناته شو بصير؟ أبصير بياع. فكانت الفكرة الأساسية أني بصير بياع، وهذا اللي دخلني عالم الفاشن، يعني دخلته من باب البيع أكثر من باب الديزاين. وهذا كانت البداية، يعني بديت كبياع وبديت أتنقل بالوظائف الداخلية داخل مكان واحد اللي هو كان بالمودة. اشتغلت تايلر، اشتغلت بالفيجوال، اشتغلت في المخزن، خذيت الريتيل من كل جهاته. فالحمد لله طورنا شخصية معينة طلعت بعدين على الناس. How important do you think having that skill as a sales person؟ كثير مهم، كثير. يعني أتوقع يمكن الناس راح تقول هذا مغرور، بس اتوقع انا اكثر بياع في الكويت ياخذ وظيفته جد جد. انا اقول لك ان وظيفتي قاعد تفتح بيوت، انا وظيفتي قاعد تغير حياه ناس. يعني انا ممكن واحد انقلها نفنوف صح راح يتزوج الشخص الصح وتبدا حياتها. يعني كثير انا من الاطفال اللي يمرون بالافنيوز اقول انا سويت هذا، قالت اي ميد ذس، بمعنى الكلمه هذا اللي اشوفه. واو. وفي كثير ناس توظفوا وسب انا سويت له لوك حق وظيفته، حق الانترفيو ماله، خليته يكون مرتاح بلبسه، خليته يكون واثق بنفسه. هذا نوع الليفل اللي انا واصل له بوظيفتي، اني احسها سيريس لهالدرجه ان انا قاعد اغير حياه الناس. بمعنى الكلمه صدق. زين بغيت أسألك بموضوع تغير حياة الناس، يعني مرات تلبس لبس معين تحس إنك إنسان غير، تحس إنك حتى طاقتك تتغير ولا نفسيتك تتغير، فشون توقع أنت لبس الناس يعني هل يلعب دور كبير بشخصية الشخص؟ أكيد. شوف إحنا عشان نرجع نأخذ الموضوع أعمق من إنه يكون بس مجرد كلام، إحنا ليش نلبس الألوان الفواتح الصبح والغوامج بالليل؟ سؤال ليش؟ تقدر تجاوب؟ أبينا قلب شوي. يمكن الناس يقولون ما أدري، يمكن عشان الألوان الفاتحة بالصيف أسهل. لا أنا أقول لك الفكرة إن إحنا حواسنا عبارة عن طاقة تستهلك خلال اليوم. لما تنام وتقوم الصبح تكون طاقتك صار فيها تشارج، خلاص تكون فل، فعينك حواسك كلها تكون واعية أكثر. فعشان كذي إحنا نقول إن الصبح لازم تلبس ألوان فواتح أو ألوان هادية، علشان اللي قدامك ما يقول يا معود كسرت عيني بهاللون السيلفر اللي لابسه. العين صدق تتعور لأنها تكون حاسة زيادة. فالألوان لها علاقة في حواسنا، لها علاقة في خلفياتنا أصلاً الثقافية. فلما نلبس ألوان فواتح الصبح معناته إحنا قاعد نحاول نداري الحواس الخاصة بالناس اللي قدامنا، مثل لما ناخذ عطور خفيفة الصبح وبالصيف لأن الناس تكون اوريدي حواسها متهيجة. لما يصير الساعة 12 والساعة 1 و 4 تكون الحواس بدها تخف، فنبدأ نلبس الألوان المخططة والألوان الأغمج والأشياء كذي. من بعد الساعة 6 للساعة 12 تكون الحواس أصلا بدأت تذبل وتبدأ تصير أضعف، فعشان نلبس الألوان اللي فيها نيون، نلبس الألوان اللي فيها لمعة علشان نحاول نحفز هذه الحواس. فلما نبدا ناخذ وعي اكثر على هالموضوع وان الالوان اللي قدامنا او الالوان اللي نلبسها تتاثر بحواس الناس اللي قدامنا، راح يبدا يصير عندنا وعي اكبر. واصلا حتى الاهتمام باللوك والملابس ما بدا ترى الحين، يعني الناس يعتقدون انه صار له مثلا سبعينات ثمانينات، لا ترى هو بدا من ايام رجل الكهف. كان رجل الكهف لما لقوا جثه مجمده لما طلعوها لقوها لابسه ملابس، بس شنو هالملابس؟ كانت عباره عن جلود حيوانات. لما افردوها لقوها كلها ماخوذه من نفس الحيوان بس بعداد مختلفه. يعني الرجل الكهف ما راح قتل ذيب ودب وثعلب وحطهم مع بعض، لا راح قتل دب ودب ثاني ودب ثاني من نفس اللون وجمعهم. يعني حتى حس الالوان كان موجود عندنا من قبل، يعني مو مو مو, مو خليق الحضاره كثر ما هو خليق مع الانسان. الانسان بطبعه يحب يبين احلى، الإنسان بطبعه يحب يبين أجمل، فهذا شيء موجود لكن على قولتهم بنسب مختلفة عند الناس. واو أحلى وأجمل and they like to stand out especially in tribes مثلا قبل، صح؟ يعني مع تاتوز يبلشون ولا بعدين مو بس كذي أصلا، حتى إحنا البشر لما بدأت تصير الحضارات وبدأ يصير في دول وبدأ يصير في قبائل وبدأ يصير في تنوع خلقوا شيء اسمه تصنيف.
لكن ما كان تصنيف قصده التفرقة بين الناس، لكن كثر ما هو عشان كل واحد يعرف النظام. يعني مثال الحين انت لو مريت في شارع، لو مر عليك دكتور ومر عليك شرطي ومر عليك اطفائي راح تعرفهم أكيد. من لبسهم صح. مو من شيء ثاني صح. لا من لوجو ولا بس من لبسه صح. فاحنا القبائل والدول والمناطق اعتمدت على الحيوانات الموجودة عندها اول شيء من ناحية الصوف والجلد والشعر صح. وبنفس الوقت اعتمدت على الكلايم مالها، يعني الناس اللي بمكان حار ما لبسوا الشغلات الثقيلة، الناس اللي بمكان بارد لبسوا الشغلات الثقيلة. فبدأ هالشيء يكون ثقافة خاصة في كل قبيلة ومجتمع ودولة وقارة، وطلع لهم أشياء يعني. وكان يعني اللي حواليهم مثل أفريقيا أكثر دولة تلقى البرنت مالهم نوع وألوان. ليش؟ صح. لأنهم كأرض ملونة، الحيوانات اللي فيها ملونة، الزرع اللي فيها ملون ومنوع. من تمسك أفريقيا من فوق من مصر والسودان وليبيا وتنزل تحت على جنوب أفريقيا توتالي مختلف. فعشان كذي هذا التنوع اللي فيها طلع ألوان مختلفة. فكان هذا الداعي إن تكون في ألوان مختلفة في أشكال مختلفة علشان نفرق. حتى لما بدأت الدول تصير دول حقيقية، بدأ الملك يلبس شيء مختلف عن الناس العاديين، الوزير يلبس ألوان. كان في ما يحضرني بالضبط المعلومة، لكن في بلاطات معينة كان في ألوان محظورة على الناس تلبسها صح. كانت بس حق صح. وزراء صح. كان في ألوان محظورة اللبس من الناس العاديين كانت بس حق النبلاء صح. هذه التنوع أو التفرقة بالألوان كانت تعطي تسهل الحياة، عشان لما أجي أدش المكان أعرف منه أكلم منه. واو واو that's amazing. I love how you connect يعني fashion with history وclimates و... هو كل شيء. That's amazing. هو كل شيء. زين شو اللي خلاك تبلش؟ متى دريت إن fashion is something you want to do as a living؟ وشون كان تقبل أهلك بهالموضوع؟ أوه أوكي سؤالين مختلفين عن بعضهم. نجاوب الأول شون okay. شلون بديت أو متى بديت؟ مثل ما قلت لك من بديت أوعى يعني بديت أوعى إني شنو أبي أصير، وكان هذا السؤال أتوقع يمكن راودني يمكن عمري 9 سنوات. وأذكر للحين كنت في المدرسة ومدرس سأل قال شو تبي تصير لما تكبر؟ شو تبي تصير لما تكبر؟ مهندس دكتور تشاكولار بياع بياع شو تبيع سيارات؟ تقول لا تبيع ساعة؟ لا تقول له بيع ملابس. شلون بيع ملابس؟ فقعدت أشرح له من البيع لازم تكون أنت شخص يعني حتى دشينا بجدال يعني إنه شلون ليش تصير بياع يعني أنت كويتي وأنت الاسطوانة هذه المشروخة. فقلت له منو قال لك إن البياع شيء سهل؟ لا البيع أصلاً شيء صعب. فن أي والدليل على هذا إنه إحنا يعني أكبر مثال عندنا وشخص نقتدي فيه رسول السلام بياع. صح. يعني كانت مهنته إذا كانوا كل الأنبياء عندهم مهنة غير إنه نبي اللي نجار واللي ما شنو رسول السلام كان تاجر. صح. كان يبيع ويشتري. صح. فالتجارة مو سهلة، التجارة تعتمد على الصدق، تعتمد على الأمانة، تعتمد على الثقافة، تعتمد على سرعة البديهة، تعتمد على 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 المعرفة باللي أنت قاعد تبيعه. يعني مو أي أحد يقدر يبيع أي شيء، هذه مو عند أي أحد. فهذا كان الهاجس الأساسي. السؤال الثاني شلون تقبلوا هلي؟ يمكن راح أرد عليك برد مختلف عن الإجابة. ما كنت ناطر أحد يتقبل. يعني أنا لما بلشت ما كنت ناطر أحد يتقبل، ما كنت ناطر أحد يسوي سبورت، ما كنت ناطر أحد، لأن اكتفيت بذاتي، اكتفيت إن أنا متقبل هذا الشيء، اكتفيت إن أنا داعم نفسي. كان في دعم من الأهل طبعا، الوالدة كانت أكثر واحدة داعمة، كان الأمهات دائما حتى لو والدها يمكن يكون شوية في غلط بس ما عنده مشكلة أن توقف معاه. أبوي نهائيا ما كان داعم، نهائيا ما كان عاجبه، نهائيا ما كان معاي، نهائيا ما كان سبورت بشيء ثاني. عطاني الحب والاحترام اللي احتاجه بس ما عطاني الدعم، وما كنت طالب منه لأني ما أقدر أطلب منه. صح. يعني القاب اللي بيني وبين أبوي مستحيل، يعني الحين حصل المستحيل. يعني بالبداية أبوي ما كان يتكلم عن وظيفتي، لما تسأله مساعد شنو يشتغل ما يتكلم، وما كان هذا الشيء يجرحني لأني فاهم أسبابه. صح. أبوي من مواليد 1922 يعني مر بمراحل ما أقدر أطلب منه هالإنسان بهالعمر إنه يتقبل إنه ولده يشتغل بيه. فهذا هم بريشر يصير كثير من الناس إنه لما يسوون شيء بحياتهم يطلبون من أهلهم أو اللي حواليهم يتقبلون أهلكم من مخلوقين من زمان غير زمانكم. لا تطلبوا منهم التقبل بس احترموهم وخلهم يحترمون قراركم. لكن أبوي ريسنتلي تقريبا صار له يعني يمكن نقول 5 سنوات لا سبورت ويصير عند دوامي ودائما. شو اللي تغير توقع؟ أنا أقول لك شنو تغير. في البداية أبوي رجل بدوي كويتي من مجتمع الكويت اللي عندهم عيب وحرام ومنقود وما يصير تسوي كذي لأن فشل الناس شي يقولون، هذه معروفة وما له ملا أنه جزء من ثقافتنا كلنا. لما بدأ أبوي يصير عنده العكس، الناس بدأوا يجونا بالدوانية والله اليوم ساعد مرتي راحت له، بنتي راحت له، يا حليلة سواها ساعدها. ف
فابوي بدا يشوف ان الكل متقبل الكل حاب يا حليله وصورنا معاهم الكل مستانس ما قاعد يتغشور مساعد صج يعني الموضوع صج لا وبعدين الناس بدأت تتقبل مساعد صار جزء من تقبله لي فبدا يسالني على الدوام ولما سالني اول مره شلون الدوام من تقريبا بعد 10 سنوات شغل دوام شلون الدوام جاوبته كانه كل يوم يسالني ما قلت له ليش غريبه قاعد تسالني لا 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 لا, لا ما هاجمت نهائيا كنت سعيد انه قاعد يسالني وجاوبته بمعنى الكلمه بالتفاصيل الممله يعني من دخلت الصبح لين طلعت شنو سويت ومستمتع ويسال عن اشياء يمكن ما يعرفها ما ياكل دوام لا لا نهائيا لا لا الوالده والوالد نهائيا ما يدوام لا زين وشون تقبل بعد لان هذا المجال اللي تداش فيه لازم اي ثينك يعني تحوط نفسك بناس يعني مو يدعمونك بس ان يشاركونك بالحوار ولا يعرفون يعني الشغلات اللي انت تداش فيها ف do you surround yourself with people that are in the same industry والله اتوقع اني انا خلال الخمس سنوات يعني I'm surround myself with everybody ما اتوقع اني لازم يكون عندي يعني كاتيجوري معين انه لازم يكون حوالي لازم يكون كل اللي حوالي مهتمين بالفاشن او شيء لا لا ما اتوقع بس اتوقع شخصيتي اللي انصنعت خلال هالفتره اللي طافت بدات تجذب ناس حوالي يكون عندهم نفس الاهتمامات يعني الناس اللي صار بدوا يدخلون حياتي على الاقل عندهم جزء من اهتمامهم في الفاشن بشكل مختلف يعني لو تعرفت على صديق دكتور في البيانو بس هم يحب يلبس فيسألني عن لبسه أو أسأله عن لبسه أتعرف على شخص إطفائي بس بنفس الوقت لما يسافر يحب يلبس فالكل وأنا من النوع اللي interesting point لما يسافر يحب يلبس صح وايد إيه وأنا من النوع اللي ما عندي هذا النظام يعني أنا ما أحب أخذ شغلي معي كل مكان يعني وهذا الناس تعتقد صعب والناس تعتقد عكسه يعني بس هو يجيني أنا ما أخذه معي فرق لما أنت تكون تقعد في مكان أول ما قاعد صدقون اليوم سوينا كذي صدقون الفاشن يقول كذي لا ما راح أتكلم لكن لما حد يسألني لا أطيّن راح أجاوبه لكن بشكل عام راح أسولف عن أشياء ثانية راح أسولف عن الأفلام راح أسولف عن الأكل راح أسولف عن البرامج راح أسولف عن لأن أنا في النهاية إنسان وعندي اهتمامات يعني مو أوكي عندي وظيفة وأحبها وهي حياتي بمعنى الكلمة يعني أنا 24 ساعة 24 أحس فيها اني مطلوب اني اسوي فيها شيء بس بنفس الوقت عندي اهتمامات ثانيه عادي يعني مو شرط وش رايك بالفاشن بالكويت اوكي سؤال شنو تبي راي صريح ولا تبي صريح جداً. جداً. اوكي شوف الفاشن بالكويت اتوقع انه متقدم بشكل جدا كبير يعني احنا من بلشنا مقارنه بمحيطنا وحتى باوروبا اوكي واو إيه يعني مثال انا اقول لك شي اللي خلى الناس تهتم بمساعد انه رجل كويتي بدوي عمره ما راح امريكا واوروبا باي ذا واي فجاه ايه بالضبط ايه اوكي واو إيه يعني انا اول مره رحت اوروبا ورحت لندن كان عباره عن طلب من محل بلندن اني اجي اسوي لهم تريننج حق الستاف مالهم 3 شهور وقعدت 3 شهور اول مره اروح بحياتي اوروبا يعني بشكل عام ما اروح انا يعني مولود في اسره جدا بسيطه اب متقاعد ام غير موظفه كنا لما يصير الشتاء نروح البر بالمخيم لما يصير الصيف نروح الشاليه ما كنا نسافر يعني سفراتنا كانت محدوده وكان هم ابوي اللي يسافرون اخواني انا ما كنت اسافر عموما يعني ايه ف انك تنجح في بيئه تعطيك اقل الامكانيات هذا يعتبر هو النجاح الحقيقي yes. لما نتكلم على أوروبا وأمريكا الانفتاح والحرية والانعزال الذاتي يعني بأمريكا وأوروبا أغلب الناس عايشين بروحهم فيلبس اللي يبي يسوي اللي يبي يحط التاتو اللي يبي يسوي إحنا بالكويت على أكثر ما مجتمعنا منغلق أسري مع بعض إلا أن بناتنا وشبابنا قاعد يلبسون وقاعد يتجرؤون وقاعد يسوون فأنا بالنسبة لي أحس إن هم قاعد يسوون إنجاز وقاعد يسوون إنجاز أكبر حاليا خاصة إن بدأ يصير الموضوع أكبر وقام ينطلق من جهتنا يعني إحنا صرنا نتحكم حتى بالسوق يعني لما بدأ البنات والشباب عندنا يهتمون بالملابس الأوفر سايز وأنا أقولها بكل ثقة بدأوا أوروبا وأمريكا والماركات يتجهون للأوفر سايز بمعنى الكلمة صار كاتيجوري مطلوب ليش؟ لأن في عندنا شغلة واحدة وهي اللي تتحكم في عالم الفاشن شنو هي؟ المال احنا عندنا المال احنا اللي نشتري احنا اللي قاعد نضخ المال داخل هالمؤسسات برا واوروبا ما عندهم هذه القوه يعني ما عندهم قوه شرائيه مثل الخليج ومثل الكويت بالذات وصرنا احنا المسيطرين صار الترند عندنا يعني احنا اذا الكويتيين هبوا وانتم كرامه بجوتي خلاص راح يصير ترند في كل مكان ويصير الشركات الثانيه تقلد الشركات اللي تسويه فصار عندنا قوه
في ان نحرك السوق بشكل كبير, وخاصة البنت والشاب الكويتي بحكم انهم مسافروا اول, بحكم انهم منفتحين, بحكم انهم يطلعون, بحكم انه مجتمعنا في شوية انفتاح اكثر من غيرنا. وبنفس الوقت شلون اقول لك اياها, عندنا حياة يعني, عندنا طلعات وجيات وروحات وسفرات وكذي وجروبات صح. فعندنا ثقافة الملابس مبكر. That's very interesting صراحة. زين وش ايش رايك بشخص ابي يبلش مثلا يبي يفتح محل ولا بنيه؟ اكيد وايد ناس سؤالك اذا بفتح محل شيء كل يوم اسوي. اي كل يوم وست فيرست ستيبس, اروح مدرسه ادرس ولا اتعلم شغله فلانيه, اتعلم شلون ابيع ولا ماركتينج اول, ولا اسوي اي كوميرس ولا افتح محل, يعني وايد اسئله يسوي. اي صح. فايش رايك شنو تنصح مثلا شخص ابي يبلش بهالمجال؟ انا اول شيء يعني اللي يبلش بهالمجال يختلف, اذا كان ديزاينر لازم يدرس. يعني حتى انا لما يجوا يكلموني مساعد يو ديزاين اقول لهم يا جماعه تو بي يعني ستايلست يمكن ما تحتاج انك تكون دارس, حلو انك تكون دارسها بس مو لازم لانها تعتبر على الخبره والاشياء هذه معينه, لكن انك تكون ديزاينر غير. ليش؟ لان كلمه تصميم لها علم, فيها مقاسات وفيها خبره وفيها كيمياء وفيها فيزياء, هذه الامور عشان تتقنها مستحيل راح تتقنها بس في الخبرة, ولو كانت عندك الخبرة الدراسة راح تسقلها. يعني علشان انت تصير مصمم لازم تعرف شلون القطعة تتخيط, عشان تصير مصمم لازم تعرف الجسم البشري شلون يدخل في القطعة. هذه الأمور ما راح تتعلمها بالخبرة, هذه لازم تتعلمها في مدارس. والأهم من هذا كله حق كل مصممين, ما تكلم بس عن الملابس, جولري اكسسوريز شوز باجز بيرفيومز اي شيء, الستوري القصة. أهم شيء يكون عندك قصة. يعني لما تجي تبي تسوي لي لو تيشيرت لازم يكون وراء قصة, ليش بلشت, ليش سميته كذي, ليش كان لونه كذي, ليش حطيت التاج في هالمكان, ليش كان ابي كل تفصيلة تكون داخل هالقطعة او العطر او الشوز او الجنطة او النظارة او العقد او الخاتم اللي تسويه يكون وراء قصة. القصة ايه هي اللي تصنع الفرق؟ احنا دائما ممكن نروح نشتري قطعة لأن سمعنا قصتها, لأن سمعنا قصة المصمم. شلون تسمع القصة؟ يعني أنا ك يعني ك ك كلاينت مثلا دشيت المحل وشفت الشغلة الفلانية حبيتها, شلون أعرف القصة behind the story؟ Is it the sales person ولا شلون؟ لازم هو الموظف بنفس الوقت. وشوف يعني هو ما نقول لك إنه والله 90% من اللي جايين يشترون يبي يسمعون القصة. صح. لكن القصة إذا كانت موجودة عند البياع راح تعطيه دافع انه يبيع القطعه بشغف اكثر من انه يبيعها مجرد انه قطعه وتنباع. وبشكل ثاني في بعض الزباين واغلب الزباين بالكويت وخلنا نقول 70% منهم مثقفين بالقطع اللي يبونها, لما يدش عندك يسالك عن ماركه يعرف الماركه من وين, شنو تصنيعها, شنو الاشياء هذه. ولما تقول لي مساعد زين انا بشتري قطعه ليش اعرف من وين مصنوعه؟ انا اقول لك ليش تعرف ليش مصنوعه, انت تعرف ان البراندات الامريكيه والبريطانيه قياساتهم مختلفه عن البراندات الفرنسية والإيطالية, مو بس بالرقم, مختلفة حتى بالفت. يعني الماركات الأمريكية والبريطانية دائما الفت مالهم لوز, دائما قطعهم تكون أوسع, دائما قطعهم تناسب إحنا الخليجيين أكثر لأن أجسامنا تقريبا مقاربة لهم وكبار. لكن لما نروح حق القطع الآسيوية والإيطالية راح تلقاها ضعيفة حق ناس الأضعف, للناس القصار. فهذا لما أنت تعرف القطعة من وين جاية أو وين مصممة أنت بنفس الوقت عارف أنك راح تروح حق القطعة تناسب جسمك. فلما يكون عندك هذه بهم الثقافة من وين القطعة, منو صانعها, هم تعرف يعني شلون تناسبك ولا لا. صح 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 صح. That makes sense man. Having a story behind everything. صدق. دائما كاشخ بسعد. أنا أرفض كلمة كاشخ. يعني كلمة كاشخ كلمة لما نتداولها بالمجتمع نبدأ نحط حق نفسنا كاتيجوري من الملابس ألبسها لما أروح حق أحد مهم. لكن لا, لازم أنت كل يوم يكون لبسك مرتب. ما نبي نقول كاشخ مو كاشخ, نبي نقول لبسك مرتب. شنو يعني؟ يعني ثلاث أشياء معينة لازم تكون موجودة في لبسك عشان أعتبرك أنت لابس لبس مرتب. الأول يكون قياسك. ثاني شيء يكون جديد. ما أتكلم جديد إن اليوم جديد, ما يكون قديم صار لعشرين سنة. يعني in good condition. حالته الاجتماعية زينة. ثالث شغلة يكون update على الأقل. يعني يكون جديد من ناحية اللون والشكل. يعني مثال, ما يصير انت قياسك مثلا سمول وتلبس قطعة اكس سمول, ما يكون قياسك لارج وتلبس قطعة ميديوم, والعكس صحيحة.
والأضيق دائما يكون أصعب. يعني لو لبست شيء أكبر، إحنا حتى يعني أهلنا قبل يقولون مثل لا تلبس ثوب كبير يعثك، يعني الثوب لا صار أكبر منك يخليك ما تمشي عدل. فتتخيل لما تلبس شيء أكبر منك، بغض النظر إذا كان أوفر سايز أو لا، لأن هذه مدرسة ثانية، لكن تكلم القياس الصح دائما يعطي جسمك جمالية أفضل. الشغلة الثانية ما قلت إنه جديد، يعني مرات في واحد مثلا يكون عنده ترينينج ولا عنده تيشيرت يحبها، بس صار لها 20 سنة يعني انغسلت ونكويت، انغسلت ونكويت خلاص، يعني روح طلعت، روح طلعت، يعني صارت. أنا دائما أسميهم زومبي كلوث، ملابس زومبي، هذه زومبي الملابس هذه اللي متنهم، يعني طق تيشيرت انقطع ومو راضي، مو راضي التيشيرت ما يصير. يعني وهذه هذه ثقافة أنا ضدها، لما يقولك أنا أحب هالقطعة. أنا أتوقع خوف، يخافون من التغيير لأنه فاشن بالضبط. يخافون، مو يخاف من التغيير، يخاف مرة ثانية من الحكم من التغيير. يعني وأنا دائما أقول لا تغيرون، زي لا تغير. أنت الحين هذا التيشيرت من وين شاريها؟ من المحل الفلاني، بالقياس الفلاني، باللون الفلاني. روح نفس المحل، المحل ما تغير الهوية مالته، راح تلقى عنده نفس التيشيرت، يمكن تلقاه لون ثاني، يمكن برند ثاني، بس نفس القصة، ما راح تغرب جسمك ولا شيء. بس اشتر هذا الثلاثة لما يكونوا موجودين في اللبس. عاد في كاتيجوري ثاني اللي هو يكون فيه اكسسوارز زيادة، يكون فيه أشياء زيادة، هات تعتمد على المكان. أنا يمكن بحكم شغلي، لأن أشتغل بالفاشن، بحكم اللايف ستايل مالي، إني دائما لازم أطلع، دائما يكون عندي اجتماعات، دائما يكون عندي مقابلات، دائما يكون عندي، فلازم يكون عندي شوية ليفل ثاني من إني ألبس، وعندي مساحة من الجرأة يمكن ما تكون عند ناس ثانيين، من ألوان وقصات وأشياء ما عندي مشكلة أسويها، لأني أتوقع أن عندي الحق والأفضلية أن أسويها، ويمكن أكون قايد لها. يعني أن لما ألبسها يمكن أعطي مجال حق غيري يقول أمدعا سواها، خلني أسويها، ليش لا؟ صح، خلني أسويها، ما صح. عندي مشكلة صح. خاصة يعني ناس اللي يجون من عائلات متشددة مثلا، ولا أنت صدق مان، يعني صدق you're changing lives، مو بس ترى من ناحية اللبس حق الكلاينتس، بس ناس إن دار مدارك، حتى يمكن تعطي فرص حق ناس تصير لك، إن يمكن تفتحت لهم الباب، يمكن يسوون شغلات مو شرط فاشن بس شغلات ثانية. يعني أي أنا عموما العم والخال أبو الخراب يسمونه، يعني عيالهم كل ما قال شوف خالي، شوف عمي، ما لك شغل فيها. وعند أهلك تلبس نفس لبسك؟ أي نفس، ما غير. لا ما غير نهائيا. إنزين لما تشوف شخص، أنا لما أشوف شخص مثلا مستانس يلبس لون معين، ولا لما تشوف شخص لابس ستايل معين، تقدر تحدد شخصيته. يعني لما تشوف أرتست يمكن تلي يمكن عنده ها من لبسه، ما don't you notice these things؟ لا أنا يمكن أكثر من جد، أكثر إيه، أكثر من الملابس. إيه أقدر أشوف أشياء واجد، ممكن أشوف إذا أنت شخص مرتب عندك مسؤولية، ممكن أشوف إذا أنت شخص فن ولا جدي ولا كثير. يمكن هذا مو بس بالملابس، يمكن هذا بعد بحكم شغلي مع الناس، لأن أنا تقريبا صار 22 سنة من بلشت أشتغل كبياع، وطول هذه السنوات إيه نعم أنا مو صغير، ترى عمري 38 سنة ما شاء الله. يمكن أبين أصغر لأني أبي أبين أصغر، لأني أبي أبين أصغر، لأني أبي أبين أصغر، إيه لأن أنا روحي من داخل 25 ما أبي أبين أكبر من كذي، وما في سيرجريز ولا شيء، بس مجرد روح حلوة. زين الفكرة أن بحكم شغلي مع الناس ودايركت مع الناس، يعني أول بأول، وخلاني يعني أدخل على مجتمع مختلف عن مجتمعي. يعني يمكن ولا مره بحياتي قابلت شخص من اللي يعني ساعدتهم او خدمتهم كان نفسي بالضبط، كانوا مختلفين من ناحيه حياه اجتماعيه وماليه واقتصاديه وثقافيه، كانوا مختلفين عني، وهذا التنوع صنع مني طينه لزجه تشكلت باستمرار، فصار عندي هذا السنس على الناس. يعني انا ممكن اوقف مع الشخص 5 ثواني خلاص ابدا استوعب هذا الشخص تقبلني ولا لا، راح يسمعني ولا لا، راح يثق فيني ولا لا، هذا الشخص احتاج اكون معاه تف علشان يسمعني، ولا هذا الشخص يحتاج يكون فريندلي عشان يسمعني. واستخدمها مع زباين، يعني في عندي عملاء انا تف معاهم اوردرز، يعني يلا سوي شيء سوي شيء. تف يعني تيك ريسكس ولا تف يعني جازف ولا لا لا لا، تف ان يكون قوي، ان يكون قوي معاه حازم عشان اقنعه باللي ابي يلبسه. وفي ناس ثانيين لا، يحتاج اني اكون معاه فريندلي ولين واجيب المنطق فكل شخص له طريقه ونفسه. طبعا فن البيع بعد. وبعدين الفكره ليش، انا اقول لك انا اعرف ان اللبس له علاقه بالشخصيه، يعني على قولت لما قلت انت الارتست، الناس اللي عندهم ارتست وي لهم لبس معين، يهتمون بالاكسسوار اكثر، يهتمون بالاشياء اللي تمثلهم اكثر. الناس العمليين راح يهتمون بالوان معينه، بقصات معينه، تعتمد على التركيب السريع والخفيف لان حياته سريعه، ما يبي يقوم الصبح يفكر شنو يلبس، يبي يقوم الصبح يفكر شنو راح يقول بالبرزنتيشن اللي بيقوله اليوم حق مديره. في يعني انا فاهم ان اللبس له علاقه بشخصيتك، فعشان شي بديت ما اقول لك احكم، لكن اخذ فكره عن الناس.
good point. حتى سالفة إنه يقعد الصبح ويعني has to لازم تاخذ قرار شنو يلبس بس هو قاعد يفكر بالبرزنتيشن، لأن قرارات صدق كل ما تتخذ قرار الصبح يعني صعب especially you man لما تقعد الصبح تفتح الكبت تفكر شنو راح تلبس ولا تمزج الصبح كذي يعني تقعد لك نص ساعة. لا أنا صن أجهز قبل ما نام. ها. إيه أنا عندي الوردروب جاهز مال برا كبتي في وردروب أسبوعي. يعني انا عارف اسبوعي نعم يعني الحمد لله شخص مرتب يعني انا من اليوم ليوم الجمعه عارف ايش راح اسوي. واو إيه عارف وين بروح وين برجع كل شيء، فكل ملابسي جاهزه الا اذا طاري يعني تغير موعد او شيء، ممكن يتغير اللبس او ممكن ما يتغير، فيكون جاهز لاسبوع كامل يوميا اللبس كامل، لبسي مع اكسسواراتي مع المتكرامه الشوز وكل شيء اتس نوت بي تشينج، هذا هو مثل ما هو. فانا بالنسبه لي ماخذه ان ادفانس، ودائما اقول حق العالم هذا لو يعني كثير من العملاء اللي تعاملت معاهم اللي غيرت كبتاتهم، لان حتى نروح البيت نغير الكبت، نغير شكل الكبت، نغير ترتيب داخل الكبت، لان هذا ممكن يغير حياة ناس واجد، وغيرت حياة ناس كثير. يعني كان في عندي واحد كل يوم يتاخر على الدوام، بمعنى الكلمه كل يوم يتاخر على الدوام، لما غيرنا كبته واعطيناه الاوبشنز غير مختلفين ورتبنا له الملابس بالستايل وباللون وبالكاتيجوري، صار بالنسبه له الكبت كذي يغير كذي يغير. واو ايه ساعد شنو تسوي بالضبط؟ سيريسلي بعد قاعد تقول قاعد اروح بيت الناس وغير ذا الوردروبز والبسهم واشوفهم يونيك المحل وتلبسهم، شنو بالضبط تسوي ساعد؟ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يدش بالملابس. لا حتى برا الملابس، حتى برا الملابس إيه يعني اطبخ اي تصدق إيه بعد إيه اكتب صح. تكتب شعر؟ لو شعر لا بس اكتب، لا قاعد اكتب الحين عندي كتابي ان شاء الله راح ينزل على اخر السنه. Really؟ إيه. شو عن شنو الكتاب؟ اسمه كيف أقنعت الناس أني ضفدع. نايس نايس. إذا قل لنا طبعا قصة مساعد ولا؟ إيه تقريبا هو عن قصتي بس بشكل مقارنة بيني وبين الضفدع، يعني قاعد أقارن مراحل حياتي بمراحل حياة الضفدع، كون إن في أشياء مشتركة بيني وبينه، منها إن الضفدع كمخلوق يبدأ كبيضة لكن ينتهي ضفدع، وفي النص ينتقل من مخلوقات مختلفة عن بعض. يعني أول ما يطلع من البيضة يطلع شيء يسمونه شرغوف، هو عبارة عن سمكة صغيرة ما لها إيدين ورجول ولها ذيل وشفافة وتعيش بمحيط صغير وهو البركة، بعدين يبدأ يطلع لها إيدين ورجول وتتخلى عن الذيل وتطلع بر. فالتنوع والاختلاف في مراحل حياته أنا نفسه بالضبط بالضبط ما شاء الله عليه. يعني الضفدع والضفدع قال لك كل مرحلة بالضفدع سجل تنوع والله صدق ما شاء الله عليك بعد. زين كمل كمل بيسمع بعد. فالتنوع اللي بحياته أنا قارنت بمراحل حياتي والكتاب راح يكون عبارة عن مثل chapters بالبركة خارج البركة فاي كذي. يعني انا لأن حتى قارنت البركه شلون يعني بركه الضفدع شنو تاثيرها عليه، مثل ما في ناس كثير يكون محيطه بركته اذا طلع منها يخاف انه يموت صح. بس ممكن لما يطلع يلقى شيء اجمل، فشويه يعني الكتاب فلسفي عن مقارنه حياتي بالضفدع. That's amazing. زين وبغيت اسالك بعد عن الناس اللي تغير حياتهم مساعد، لأن صدق هذه سالفة كبيرة لما تدش بيت شخص وتخليه يلبس لبس هو مو ما يتجرأ يلبسه ولا ما كان يلبسه قبل، ولما تلبس لبس غير تلبس بطريقة غير تتكلم بطريقة غير، فشنو شنو شنو السر؟ يعني شنو اللي تسأل الشخص مثلا قبل he becomes your client ولا خلاص صار عميل لك، ولا شنو الخطوات، ولا شخص يبي مساعدتك شلون؟ شوف أنا دائما أقول لك إن الفكرة إن تغيير الملابس يعتمد على تغيير الحياة، يعني ما في كلاينت فجأة يقوم من النوم يقول أنا بغير ستايلي صح. أكيد يكون صار في شيء، يا أن في شخص ثاني دخل حياته، يا أن حياته انتقلت لمحيط ثاني مختلف، يعني طالب فجأة بيصير يشتغل بشركة، أو أن واحد عنده شركة أو طالب فجأة بيصير عنده شركة يعني مؤسس شركته، أو واحد يكون يشتغل بعدين فجأة بيصير هو الأونر مال الشغل. فهذا الانتقال من مرحلة لمرحلة تكلم يعني بنات وشباب يحتاج أنه يكون لازم يغير ملابسه. يعني أنا قبل فترة جتني واحدة كانت تقريبا يعني من هي صغيرة لعمرها 22 سنة وهي هورس رايدر، كلها تركب خيل، فكان محيطها والبنات اللي تطلع معاهم وربعها كلهم هورس رايدرز، وكانوا شنو لبسهم؟ لبس بسيط ولاجنز وبنطلونات وما شنو. صار فيها حادث وتعور ظهرها فصار ما يصير تركب الخيل، بدت تطلع من المجتمع مال البنات اللي هم قبل تطلع معاهم ترد على مجتمع بيتهم وبنات خالتها وما شنو. راحت معاهم الصالحيه اكتشفت انها واحده ثانيه المفروض ما يعني تقول لدرجه اني ما قدرت اقعد في القعده، يعني قعدت خمس دقائق ورديت، تقول حسيت اني ام لو حيل البنات واللبس والماركات وسوالف تكفى مساعده بنلبس.
مو لانها ما تبي تلبس قبل ولا انها رافضه تلبس قبل، بس لكن مو محتاجه تلبس قبل. فلما بدينا نبدا ندخل في الاشياء اللي تناسبها وما تناسبها، وان هذا الشيء يخليك مور يعطيك شكل انثوي اكثر، يعزز شكل جسمك، تبدا تتغير وتبدا تلبس. وشيء نفس الشيء الشباب، يعني في مره جاني كلاينت كان طالب، بعدين فجاه صار صاحب شركه، فمساعد ابي اكون صاحب شركه بلبسي. أبي أكون صاحب شركة بلبسي لأني راح أقابل كلاينتس، لأني راح يعني شركة مالته تعتمد على أن يجون شركات يشتغلون عنده، فلازم يكون شكله صارم واثق مرتب. فاشتغلنا على الودروب كامل، بدل وتايات، وحتى حتى الكرافتات اخترناهم بألوان معينة، لأن الألوان مو نفس الشيء. يعني أنت لما تكون تبي تبين قوي تبين لازم تلبس ألوان قوية مثل عنابي والأحمر والبرتقالي، تبي تكون سوف تبي تكون لين تلبس الأزرق والأخضر والألوان هذه هم تعني. فلما نبدأ ندخل في تفاصيل، ولما أبدأ أتكلم وأبدأ أتكلم بعمق شوية عن التفاصيل، يبدأ يصير في عند الناس هذه اللي تحس إن البؤبؤ مال عينه يبدأ يكبر، يعني يبدأ يعطيك هذه الحواس إنها تبدأ لا هذا الشخص يعرف إيش قاعد يسوي، هذا يعرف إيش قاعد يسوي. وإيش معلومة هذه اللي صدق قلتها قبل كم سنة ما حد عرف؟ الشغلة تكبر، شغلة تكبر بجسمك double the size when you're excited. كله مفكر بشيء ثاني بس لا 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 بالعين. وأنا بالنسبة لي البادي لانجوج يعني الكثير، يعني البادي لانجوج الخاص فيني وأنا أتكلم مع الناس أحب أكون حاطة في مكانه صحيح مثل كلامي، وبنفس الوقت تقبل البادي لانجوج من الناس. يعني أنا ممكن من حركاتك أعرف مثل ما قلت لك إذا أنت متقبلني ولا لا. أنت تبيت، وأنا من النوع اللي دائما داش تشالنج مع الناس، إني دائما أقول إني دائما لما أروح أو أقابل أي أحد ما راح ينساني. هذه قاعدتي الأساسية، إني أسوي شيء إني أطلع من الشخص يقول أوه مساعد، بعد أسبوع يقول يا مساعد راح يذكرني. فيوم مو قلت الناس فهم يعني بطريقة غلط، بس أنا أقول إني دائما أحب أخلي فيه good memory عند الناس، لأن اللي يربطنا بكل شيء في الحياة، واللي ممكن يخليك تجيني مرة ثانية المحل أو ممكن تروح حتى المحل اللي أشتغل فيه هو الميموريز. كل شيء في الحياة احنا اول شيء نسويه في اي شيء، لما تذوق اي طبخه تروح الميموريز على طول، تقول ذكرتني بطبخه كانت تطبخها امي، ذكرتني بطبخه طبخها بنت جيراننا، لما تشم عطر يقول ذكرني بفلان. كنا دائما احنا نحب نتذكر. فاذا انت سعيت انك تسوي اي شيء في حياتك كشغل او حتى علاقاتك انك تصنع ذكريات صح بعقول الناس، صدقني راح تنجح. ما شاء الله عليك، beautifully said صراحه. ثانك يو والله العظيم beautifully said. وشون how do you think how important is memories and starting a business ولا selling and marketing؟ هذا اللي نرجع نقوله مره ثانيه، ان تخلق القصه وبنفس الوقت تحاول تخلق ذاكره حلوه واحساس عند الناس في قطاعك، من ناحيه الالوان، الباكجينج، الكارت اللي يروح معه. يعني تخيل لما انت تطلب مثل هاتس اللي على راسك من مساعد المطيري، بعدين مساعد المطيري ترش لك اياها باكجينج ويكون الورق عليه كله مايكات، لان ادري ان انت مثلا تشتغل. وهذه مرات في ناس ما يستوعبون، لما حد يطلب منك شيء اساله شنو تشتغل، شنو تحب، شنو الالوان اللي تحبها. يمكن وطلب منك القطعه بس يقول ليش يسالني على الالوان، عشان لما تدز الباكج يكون باللون اللي يحبه. بنفس الوقت تحط له كرت تحطه عليه نوت انه والله انا دريت انك انت تقدم شو، فهذا البكاب راح فتخيل لما تلقى هالنوت ايش راح يصير فيك داخل مخك؟ راح يصير في ميموري كبير عن هالقطعه، ويصير لها علاقه عندك، لدرجه لما اقول لك اوه خوش كاب تصدق مساعد الكاب هذا لما وصلني بالبوكس اللي كذا، وصلني معاه نوت كذا. فلما تصنع ميموري داخل كل واحد، انت راح تصنع مسوق خاص فيك، كل واحد راح يمشي ويسوق شغلك بدون ما يحس. هذه هي الميموري. واو، بمعنى الكلمه That's amazing. يعني انت قاعد تتكلم مثلا نفس عن personal branding، انت قاعد تمشي دائما you're branding yourself, you're selling yourself, you're creating memories، قاعد تخلق يعني صج ذكريات عند كل شخص قاعد تشوفه. وانت عندك طاقة ما شاء الله، مو challenge مثل ما انت قلت مساع، بس طاقة خفيفة but at the same time aware، عرفت يعني واعي ما شاء الله عليك، عرفت تلاحظ كل شيء you know, which I think is really nice. لازم. Hey, you should. Have you always been like this؟ لا، هذا يمكن من شغلي في الريتيل. لان دائما يقولوا ريتيل is detail، يعني الريتيل يعتبر على الديتيلز. يعني انت لما تدش عندي المحل انا لازم اخليك فيجولي تشوف كل شيء مرتب، فهذا الترتيب خلاني يعني اصير واعي اكثر للي حوالي. يعني لما ادش المكان لازم اسوي له سكان، يعني وانا قاعد معاك يعني قاعد اقرا الكتب هذه العناوين مالتها، قاعد اشوف الطاوله اللي هناك شنو فيها. بمعنى الكلمه لازم عيني دائما تكون عارفه كل اللي حوالي. ليش؟ لانه في المحلات كثر ما اكون واعي لكل شيء حوالي
كثر ما أكون مستعد لأي ردة فعل. يعني ممكن أنا أكون مع زبون وقاعد أتعامل معاه، واحد ثاني من ربعي مع زبون ثاني وقاعد يسأله أسئلة، أنا ممكن أكون معاك وبنفس الوقت قاعد أسمعه، لأنه ممكن بأي لحظة يلتفت علي. تخيل لو التفت علي قلت لك المحل اللي تسأل عنه بمكان ثاني مع أنت ما سألتني، راح تنصدم تقول هذا إيش دراه؟ إيه راح أخاف. راح تخاف. لكن بنفس الوقت راح تقول هذا فاهم، هذا واعي، أيه هذا عارف إيش قاعد يسوي. فهذا إنك تكون واعي للي حواليك والتفاصيل يعني محيطك بمعنى الكلمة. ويمكن هذا جانب صغير من جذوري وتربيتي، كوني أنا بدوي والبدو بشكل عام. حتى لما كنا نروح البر كانوا هلي يقولون أول ما نوصل لازم ندور محيطنا عشان نعرف المكان إذا أمان ولا مو أمان، إذا في جحر حية هني فهذا الشعور في إنك لازم تأمن كل منطقتك نما عندي بطريقة مختلفة وطورتها في الريتيل من ناحية. أخي I love how you connect everything to your life. وستوري وشو تفتخر انك لازم. يعني من عائلة بدوية وشو تقول القصص يا اخي شغلة لازم عجيبة لازم صدق يعني زين يعني صدق تفكر فيها لما تشم محلات في ريحة معينة، في درجة حرارة، درجة حرارة معينة، في الوان معينة، اضاءة معينة، في مرايات نقص عليكم فيها، في مرايات تضحك في مرايات حلوت في في مرايات تضحك is that legal؟ yes interesting yeah. لأن أصلا عملية البيع، عملية العرض في المحلات هي illusion بشكل عام. إحنا نسوي لكم مثل تنويم مغناطيسي like إيه يعتمد على أشياء واجد مثل ما قلت على الإضاءة، على درجة الحرارة. يعني إحنا مثل محلات مثلا بالكويت نتكلم ريتيل لا سيجي الشتاء نزيد على المكيفات بحيث إنك لما تدش تحس بالبرد داخل المحل، فيصير عندك رغبة أكثر لشراء الملابس الثقيلة حتى لو ما كنت بردان. واو wow. بمعنى الكلمة fitting room نخليها دافية شوية ليش؟ إيش؟ عشان ما تطول عشان تقرب بسرعة بطول مرة الجاية يا جماعة لكم خذ معك مروحة خذ معك مروحة I love that. زين الحين تدري how e-commerce is يعني when it comes to يعني fashion الكل راح أونلاين وقاعد يحولون أونلاين. شنو التحدي اللي قاعد تواجهونه كريتيلرز من هالناحية؟ أكيد التحدي كبير. الأول لأن الأونلاين في شغلتين إحنا ما نقدر عليهم. الأولى السعر، ما نقدر نقارن نفسنا بسعر الأونلاين. ليش؟ لأن الأونلاين هو قاعد يبيع لك ديجيتال بيسز، يعني لما تشوف صورة، هذه الصورة هي عبارة عن صورة ديجيتال مأخوذة في مكان ثاني، البضاعة عبارة عن مكيسة مقطوطة بدرج في زاوية الغرفة اللي احنا قاعدين فيها، معناته ما قاعد يدفع لا رينتينج ولا قاعد يدفع مارشندايزينج ولا يدفع ولا شيء. لكن احنا عشان القطعة هذه تشوفها انت محتاج اني اطلعها من المخزن، احطها في هنجر واشيل البلاستيك عنها واسوي لها ستيم واحطها واعلقها لك. هذه البروسيس عبارة عن فلوس، لان في عندي شخص يدفع له بالمخزن اللي يطلع القطعة، عندي سيلز بيرسون قاعد ادفع له عشان يسوي لها ستيم ويعلقها، وبنفس الوقت عندي الرنت مال المساحة اللي موجودة فيها القطعة، فهذا كله يزيد على سعر القطعة عندي. بالاونلاين ما في هذا، كله كات كات كات، فتلقى القطعة 70% من سعر القطعة اللي موجودة في المحلات. فيسوي لنا تشالنج، بس الموضوع مو يعني تشالنج بس مو تحدي، يعني مو كات علينا الطريق وما حد قام يشتري، لا لا لا، لا زال في ناس حلو يعني. لا زال جميل التشالنج بشكل عام حلو، بس الفكرة انه ما قاعد يأثر علينا كثير. يعني نقول كم 10% 20% هذه النسبة. لا زال في ناس من مدرسة مساعد، انا ولا مرة شريت شيء أونلاين ولا مرة. مدرسة مساعد ايه مدرستي تقول اني لازم يكون في جيرني، لازم يكون في رحلة عشان اشتري القطعة، لازم اقوم اطلع من البيت وادش المحل وانقل القطعة من بين الريلات والبسها واشوفها على جسمي واحسها واشوف بعدين احطها وارد فيها البيت. هذه الاكسبيرينس والفرحة والوناسة بالقطعة مو موجودة في ال يعني يمكن الشغلة الوحيدة اللي اشوف الناس لما يصورون من ربعي اللي يسوقون اونلاين انبوكسينج بس، هذا الاكسايتد تفتحها بعدين قطعة شوف خلاص ها بس انتهى صح. فتحت القطعة ما في اي اكسايتمنت. ودائما الناس توعى بعدين اللي يسوقون اونلاين ويصيرون ادكت اونلاين يستوعبونهم بدأوا يشترون اشياء ما يحتاجونها صح. يبدأوا يستوعبون يشترون اشياء نفسها مرة ثانية لانه فقد هذه الحس التسوقي اللي تروح وتنقي وتشوف وتلبس وتعرف المحلات. وبعدين في ناس يحبون الناس،
يعني في ناس يبي يروح محل يبي يعرف فالبياع يتعامل معاه ويشتري منه وما شنو ويرجع له مره ثانيه. البياع ياخذ رقمه يدز له صور الاشياء قبل ما يجي المحل. يعني بدا يصير عندنا حتى احنا يعني بدينا نوصل لهالمرحله ان بدينا نعطي الحقيه للموظفين عندنا يصور ويدز حق الزباين اللي عنده بحيث ان الزبون يشوف القطعه قبل ما يجي ياخذها. يعني بدينا نتلاعب على الاونلاين شويه. انترستنج. يس. بس الشغله هذه قاعد تزيد ما قاعد تقل. الاونلاين الاونلاين بس انت قلتها بطريقه يعني جميله. يعني انت حسستني انا الحين بروح اشتري قطعه. لازم تروح تلبسها تحس فيها تطالعها وبعدين اصلا ارت خليتها سويت قصه صدق داخل مخي حسيت اني رايح شفتها صدق. ذاتس اميزنج صدق ذاتس ا فيري انترستينج برسبكتيف. وهل تحس ان السكول مال مساعد تقدر ترجعه ولا يعني الناس قاعد تتجه لهالطريق ولا يدل على هذا ان الكلاينتس مالته قاعد يزيدون قاعد يزيدون؟ فكرت بطل محل مساعد؟ لا. ايش معنى؟ انا محل بذاتي. شلون؟ انا محل بذاتي، ليش افتح محل يكون فيه اجار ومخزن وما شنو وانا محل عباره عن يعني ليش اسوي الريسك؟ ليش اروح افتح لي محل واحط فيه بضاعه والناس تجي ما تجي؟ لا انا اقعد واروح مع الناس للمحلات مالت الناس واقول البس هذا ولا تلبس هذا ايش حق وقت بيد يعني بالنهايه. ليش ما عندي وقت عشان اخذ الريسك؟ قول لنا سالفه الماي. اوكي ذاتس ا موفمنت يا شباب ترى صدق. تشوف الناس اللي قاعد تتابع مساعد والريبوست ويصيدون مساعد من بعيد صدق من بعيد قاعد اشرب ماي. واتس ذس موفمنت مساعد؟ اوكي الماي عباره عن انه دائما نقول حق العالم انه لما يبدا يصير عندك تاثير في اي شيء ما اتكلم عن السوشيال ميديا تاثير في الحياه انه تحس ان انت بدات الناس تنظر لك انك انت شخص ياثر فيهم. ما أنا بنقول قدوة أنا بنقول مثال لأن ما في أحد قدوة ما في أحد مثال. كل واحد يعني لازم أصلا يعيش لذاته. ممكن تشوف شخص قدامك تبي ما نقول لك بصير نفسه بس تبي على الأقل تعيش التجربة مالته. فلما بدأت أحس أنه في عندي تأثير على الناس حاولت أأثر على العالم بطريقة إيجابية أكثر. واحدة منهم والأساسية ولاحظتها بكثير من الناس ما يشربون ماء. ليش؟ لأنه ما يعني ما يعون قيمة الماء. يعتقدون أن الماء لما عطش مع أن أنت لما تعطش أصلاً هذا ناقوس خطر جسمك وصل مرحلة اللي يعني أنت لازم تشرب ماي طول الوقت لأن أصلاً أنت جسمك مكون من الماي بشرتك محتاجة ماي شعرك محتاج ماي ما عندي شعر بس ما علي عندي لحية عينك محتاجة ماي أنفك محتاج ماي أصابعك محتاجة ماي. ليش أقولك أنت هذه عبارة عن كلها سوائل. عينك فيها سائل خشمك فيه سائل حلجك فيه سائل بشرتك فيها سائل كلها تطلع هذا السوائل إذا ما دعمت بالماي ما راح تعطيك هذه الطاقه. ودائما يقولوا لي العالم انت تاكل ما تسمن اقول لهم الماي. يقول ليش؟ اقول لهم لان دورتي الدمويه صح من ماي بشرتي زينه من الماي. الماي يساعدني على اني اهضم اكلي عدل بنفس الوقت الماي يملى معدتي اكثر من الاكل. فالماي جدا شيء جميل يعني. والناس تعتقد ان الماي بالصيف بالشتاء لا لا بالصيف وبالشتاء اكثر واخطر. يقولوا لي ليش؟ أقول أنا بالصيف تحس بحرارة الشمس فتحس بجفاف بشرتك لكن بالشتاء لأن الجو بارد ما تحس بشرتك إذا جفت فلازم تشرب ماي أكثر أصلا بالشتاء من الصيف بمعنى الكلمة. صح صح ناس صدق ما تلاحظ أنه صح ما يحسون لأن ما يحسون البرد يفقدك الإحساس. أنت لما تكون يدك باردة ما تحس فيها يعني سبحان الله لو أنت بالصيف جيت وجرحت إيدك راح تحس بالجرح بسرعة بالبرد لا لو كانت ايدك باردة حيل وجرحتك ما تحس يفقدك الاحساس. فالماي شيء ضروري. فقمت عاد شو اسوي كل ما اشرب ماي اقول لا تنسون تشربوا ماي اذكرهم لا تسوي. فالحمد لله يعني في يعني في حتى من القصص اللي توصلك لمرحلة من وعي زيادة ان في شخص كان يتابعني وكان في شبه فشل كلوي يعني بداية فشل كلوي وكان مشكلته انه ما يشرب ماي لكن من كثر ما يتابعني بدا يشرب 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 والحمد لله يوم راح الدكتور قال الدكتور حالتك حيل متحسنة ليش كنت تشرب ماي؟ فقال له يعني فقام الدكتور كلمني منه بالسناب سوالي سناب مع بعض الكلمة سوالي سناب اثنين يعني سنابين مع الدكتور قاعد يقول لي مشكور مساعد انك خليته يشرب ماي وكذي واتمنى. فعرفت لما يجيك هالشعور اعطيك هذا اللي اوه لا مو صدق فيحسسك ان انت عندك مسؤولية لازم تطورها اكثر. عندك مسؤولية لازم تطورها اكثر. نعم I like that. I like that. ما شاء الله عليك مساعد ويكيبيديا ما شاء الله عليك. One last thing. مساعد بالأكل. شو اللي حببك بالأكل وشو اللي خلاك تبلش؟ أوكي. نرجع مرة ثانية حق الروتس. كوني جاي من أسرة بسيطة وبدوية بنفس الوقت. كنا لما قلت لك يصير عندنا الشتاء نروح البر. لما يصير عندنا الصيف نروح البحر. حلو. وبحكم إن إحنا
أسرة بدوية كويتية في معزولين، فالشباب كانوا يروحون بروح والحريم يروحون بروح، فكنا كشباب صغار احنا اللي نخدم عمامنا، احنا اللي نطبخ واحنا اللي ننظف واحنا نسوي كل شيء. فتعلمت اساسي نعم، فتعلمنا اساسيات الطبخ مبكر. كنا نقوم الصبح نسوي الشاي والقهوه والحليب ونسوي البيض والكبده وهذا عشان يقومون اهلنا الكبار يتريقون وشذي. فكنا نتعلم، كان يعلمونا الطبخ. واحنا ببيتنا مثلا يعني ابوي محزم اخوي اكبر واحد وانا اصغر واحد، واخواني كلهم كلنا نعرف نطبخ يعني يعني محزم، منال، منيره، محمد، منى الله يرحمها، نادي اختي، نادي اختي طبعا اختي الاكبر من امي، مو اختي من امي وابوي، الجده نادي اختي هذا الحين الجده. فكلنا نعرف نطبخ. عبد الله اخوي يعرف يطبخ. صرت تحدي بالبيت ها؟ والله دائما احنا نغلب الشباب عموما يعني طبخنا احلى. بس هذا قصدي ان احنا، وبعدين بيتنا ما كان في خدامات يعني، ما عندنا خدامة يعني والله اليوم سوي لي عندهم يسوي، لا لا لا، كل واحد يقوم يطبخ حق نفسه، أمي تطبخ، خواتي يطبخون، إحنا ندش المطبخ نسوي كل شيء. يعني وجودي في بيئة خلتني أعرف إن كل شيء لازم له حاجة. بعدين عاد أخذت هذا الزخم مال المعلومات مال الطبخ خذيته الجانبي، صار عندي حياة الريتيل. حياة الريتيل كل يوم أطلع من البيت من الدوام الساعة 11 و12 أرد البيت، خلاص البيت نايمين، ما راح أقعد أحد يطبخ لي. كنت أروح أفتح الثلاجة، اول خمس اشياء بوجهي اسوي منهم طبق مهما كانوا، اجمعهم واسوي شيء وسميته تخبيص تال الليل. نايس. لان كان تخبيص، كان نحط اي شيء مع اي شيء، ما في مقادير، وكان يصير من بعد الساعه 12، فكان تالي الليل تخبيص تالي الليل. وشوف الوجبات، وجبات بسيطه بس تسوي شغلات حلوه يا اخي، تشهي لما تشوفها. اه شكرا. صدق شنو شغلات ثانيه بعد تحب تسويها؟ انا بالنسبه لي كل شيء مفيد اقدر اسويه، ما عندي مشكله. ما انا احس انه صعب انك تقول حق نفسك ما اقدر، منو قال؟ كل شيء جربه. يعني لما بديت اشتغل كمذيع في التلفزيون اول مره، يعني تخيل انا رحت التلفزيون عمري ما اخذت لا دوره ولا شيء ولا لا لا، حطوني بكرسي يلا طق وهوى، يعني مو تسجيل على طول لايف من اول مره. واو. واي دو ات. اي قناه؟ كان على تلفزيون الكويت. Okay. على القناة الثالثة، برنامج اسمه الديرة، وبعدين السيزن اللي بعده سميناه الدار. هذا قبل الفاشن ولا لا؟ لا ريسنتلي تقريبا ثلاث سنوات. اوكي. اي لا شوف، انا خلنا اعطيك معلومة ممكن كثير ما يعرفها. مساعد قبل ست سنوات ما حد كان يعرفها. يعني قبل ست سنوات كنت، شنو كان يسوي مساعد؟ كنت منخش، كنت قاعد اتعلم، كنت منخش ما ابي احد يعرفني. قاعد اتعلم، قاعد اخذ نولج، قاعد اقرا اكثر. قاعد اتعلم اكثر، قاعد اتعامل مع الناس اكثر. بحكم دوامي القديم كان ما في ذاك السوشيال ميديا، الحين السوشيال ميديا ما لها قوه. شنو كان دوامي القديم؟ كان فيلا مودا اي بالمنطقه الحره. هذه كانت هذه الحقبه الاولى، هنا المدرسه الاساسيه اللي طحنت. يعني بمعنى الكلمه كنت قاعد براح اي طحنت طحنت اي يعني انا اشوف اني شخص كد يعني تعبت بمعنى الكلمه، بس كنت مستمتع وانا قاعد اتعب. والحمد لله يعني كل تعب اللي طاف جنيته وقاعد اجني منه الحمد لله رب العالمين. فلكن من ست سنوات لما بديت افتح الانستغرام والسناب اطلع الناس، وجودي في محل الناس كلها تمره وفي الافنيوز وشذي، كان خلق عند الناس، حتى كون المحل بريطاني وكان هذا كويتي يشتغل كان في جدل، لا هذا مو كويتي، لا لا مستحيل، هذا اكيد مو اجنبيه. يروحون يلقون لا لا مو اجنبيه، يلقونه كويتي بور بيورو، يلقونه بنفس الوقت كويتي عمره ما راح امريكا. كان هذا التناقض اللي بشخصيتي وحياتي هو اللي خلق الانترست عند الناس، وبدت بدا يطلع شكلك مساعد. يخلي الناس يعني فضولي، تخلي الناس بتسالك شنو انت، شنو شخصيتك، شنو تسوي انت، ولما تسولف وياهم يعني تصدمهم باللي قاعد ولا شنو هذا، بعدين يطلعون شخصيه ثانيه لابسين بصوره والله خلاص قصب ساعد ساعد اقار مساعد اي خلاص. لا والله ذاتس اميزنج مان الصراحه. زي قول لنا عن الكتاب بعد، ابي اعرف متى راح ينزل وشو الكتاب. شوف ما اقدر احدد متى راح ينزل بالضبط، بس ان شاء الله على اخر السنه. يعني انا حاط ان شاء الله التارجت مالي على شهر 11 و12. ومثل ما قلت لك الكتاب مو كاتبه علشان مثلا شلون اقول لك، مو كاتبه عشان اثر على احد، مو كاتبه علشان اقول حق العالم ترى انا قصتي ما في نفسها، لا ممكن في قصص اجمل بالكويت مني، بس انا احس اني عندي تجربه تستحق المشاركه، تستحق. ابي اشاركها الناس. هذه تجربتي، اقراها اذا عجبتك، ممكن سطر او صفحه او كلمه او فصل او الكتاب ياثر فيك ويغير حياتك، راح يكون بالنسبة لي هذا إنجاز. ما غير
هم هذا شيء. ولو يعني حتى لما قاعد يشوفون لي زين بتبيع من تبايع يعني كم بتبيع حبة كم ببيع نسخة، قلت لهم صدقوني أنا لو باع منه نسخة واحدة لشخص واحد حاب يأخذ كتابي أنا بالنسبة لي هذا إنجاز. يعني ما عندي هدف إني يكون كتابي الأول مبيعا، ما عندي لا عارف. بس إني بيطلع شيء اللي بداخلي، هذا شيء اللي بداخلي. وأصلا من البداية لما كتبته ما كنت كاتب أصلا عشان أنشره، كان عبارة عن كذي يعني مثل تجربة ذاتية، مثل يعني شيء على قولتك داخلي قاعد أطلعه، لكن تسرب الخبر لأحد دور النشر وخذوا الموضوع لليفل ثاني، إنه يلا وخلنا نوقع ونبيع كتابك وكذي، والحمد لله يعني ما شاء الله. That's amazing. Yes. هل تعتبر نفسك فنان؟ إيه فنان قوي بعد، مو فنان نايس نايس هاي فايف من بعيد والله. إيه فنان قوي معنى كلمة يعني يعني أنا أشوف إنه فنان بكل شيء سويته. يعني لما اشتغلت بالفاشن اثبت نفسي بالفاشن، لما اشتغلت نفسي بالاعلام اثبت نفسي بالاعلام، لما اشتغلت بالطبخ اثبت نفسي بالطبخ، لما الحين يعني اشتغل بالكتاب راح اثبت نفسي بالكتابه معي كلمه. هذا اللي لاحظته يعني حتى اي شيء تسويه حتى بالطبخ احس انه فن. اذا عندك هالخمس شغلات ولازم تسوي شيء انت تحبه بهالخمس شغلات اتس تشالنج، عرفت؟ كرياتيفيتي هي الفكره بالضبط. دام ما انت وانت تشتغل عندك اساسيات العمل الناجح اللي هي المعرفة وقبول التحدي والمساحة للإبداع. هذول الثلاثة إذا نوجدوا بأي شيء تسويه، المعرفة تقبل التحدي والمساحة للإبداع، هذول إذا توجدوا في أي شيء تسويه في حياتك صدقني راح تنجح. خلي نتكلم عنهم لأن صراحة لا ده من المعرفة. أوكي الحين إذا بتعلم أنا عن ماركتينج، المعرفة معناتها أني أقرأ كتاب عن التسويق صح؟ أنا بعطيك مثال. حلو. أنت الحين قاعد تسوي مقابلة. حلو. ممكن تسوي مقابلة وأنت ما عندك علم بالميكروفونات، شلون تركيبتهم وشلون نوعهم وشنو اللي ينفع للمقابلات وشنو ينفع للصوت الغنائي وشنو صح. معرفة. صح. زين شنو الثاني اللي قلنا عنها؟ قلنا تحدي. تحدي. تحدي إنك أنت داش تبي تسوي شيء ثاني. أنت ما راح تقابل ناس عاديين، ما راح تقابل الناس بطريقة اعتيادية، استوديو مسكر وقاعدين وسماعات لا بيت وكذي وقطاوتنا تتحرك علينا. هذا عبارة عن تحدي إنك صح. توري الناس شيء جديد. صح. الشغلة الثالثة والأخيرة المساحة الإبداعية، إنك تكون معطي نفسك مساحة تبدع فيها، تبي تسوي شيء غير، تبي تسوي تويست، تبي تتكلم مواضيع ثانية. يعني شوف مقابل مساعد للحين ما قلنا شنو ألوان السيزن لأنه مو مهم، ممكن يدشون جوجل يلقونها. لا أنا أبي أبدع، أبي أسوي شيء مختلف. لما كل واحد فينا يسوي هالثلاثة راح يبدع. لما أمك تقوم الصبح تبي تسوي الغداء لأبوك ولإخوانك عندها هذول الثلاثة، عندها المعرفة بالطبخ وعندها ايش قلنا احنا سوري التحدي لانها تبي تحداكم اليوم، تبي تسوي لكم مجبوس مع نفسها بس راح يعجبكم زياده لان نفسه. والقدره الابداعيه انها هالمره بتحط فوقها كشمش، لا مره بتحط زرشك فاذا بتغير على زرشك فهذه الفكره انك لما يكون عندي شخص صدقني راح يقدر ينجح. مساعد يور اميزنج، ثانك يو سو ماتش. والله العظيم صدق لما انت تقول انت تغير الانرجي لما انت تقابل شخص والميموريز يو تشينج ماي انرجي يو جيف مي ا لوت اوف ميموريز بس ميموري فاعل صراحه. يعني اتمنى. شنو يومك مساعد يعني اذا قعدت من النوم انت لاخر تالي الليل مثلا الطبخه الاخيره شنو تمر فيه شو تسوي؟ اوه شو امر فيه؟ ايه مختلف يعني في يمر عباره عن مشاعر. الاول اني استمتع في كل لحظه، يعني انا من اقوم من النوم لين ارجع وانا مستمتع بكل لحظه، كل لحظه لها وقتها لها حقها، اللحظه اللي مع نفسي، اللحظه اللي في الدوام، اللحظه مع ربعي، اللحظه اللي اطلع فيها اجرب او اقابل شخص جديد، لازم استمتع فيها. اذا ما استمتعت فيها ما لها فايده الحياه، الحياه عباره عن انك تستمتع فيها. والاهم من هذا كله انك تقدر وتحترم حياتك، ان تدري ان هذه حياتك شيء مهم لك انت في البدايه وللي حواليك. يعني لما الناس يقل احترامها لحياتها يبدا يستهترون، يبدا يسوي اشياء غلط، يبدا يضر نفسه. لكن لما تبدا تستمتع بحياتك وبنفس الوقت تحترمها بحيث انك تظل في ليفل الاحترام والرقي والترتيب راح تستمتع فيها. انا بالنسبه لي اقوم الصبح البس لبسي، اتبخر، استعد قبل ما امشي، اروح حلق المرايه، اتغزل بنفسي، السلام عليكم، اعطي نفسي بوسه من بعيد واقول حق نفسي انت جميل، انت ناجح. الله خلطها. عليك معنى الكلمه الله عليك. حكون لما اقول لهم بس هذا صدق الله عليك ها، واطلع واستعد للحياه واطلع انطلق للتحدي واروح الدوام واشوف الناس وابدا اخلص الاشياء اللي علي. واهم شيء اسويه وكثير ناس يسالوني يدشون يقول لي مساعد يا اخي متى تنام؟ ايش كثر تسوي اشياء باليوم؟ هو التايم مانجمنت.
ترتيب الوقت لازم يكون عندك جدول مكتوب مرتب فيه كل شيء بتسويه بمعنى كلمة. حتى لو بدأ يصير جدولك ضخم لازم تستعين بأحد يرتب لك جدولك ويرتب شغلك، لأن الترتيب هو اللي يخلق الشخص الناجح. فأنا ترتيب يومي كله مرتب، معروف وين بروح وين برجع، ومرات أطلع عن المألوف، يعني مرات أغير جدولي بنفس اليوم علشان بس أكسر الروتين اللي يكون يصير كل يوم. لازم تكون مرن مع الحياة يعني، صح؟ وشخص أحب البيت، يعني على قد ما أقدر لما أخلص شغلي أبي أرد البيت. طبعا في أكتيفيتيز معينين هني وهني، بس مرات يمكن حتى قاني ما أشارك الناس فيها لأن أحسها لي، يعني أنا شوية متوحد مع نفسي كثير، حيل متوحد مع نفسي، يعني حيل أحب أظل مع نفسي كثر ما أنا اجتماعي ومفتح وعن الناس، لكن أحب اللحظات اللي تكون خاصة فيني. أكيد to recharge يعني I think it's very important. بالضبط، خاصة سالفة إنك طالع نفسك من منظرة غازل نفسك هذه قوية ترى. إيه لازم لازم تعطي حق نفسك كل يوم. أنا صدق أنت you can get lost يا أخي، تنسى إنك أنت عندك كل شيء تبيه بحياتك، والله مبارك لك بكل اللي عندك، وأنت بس متخبص بالدوام والعيال. مو بس كذي، مو بس كذي، إحنا نضيع وقتنا وكثير من الناس يضيع وقته بأنه يسعى للتقبل الخارجي، أن يتقبلوني الناس. يعني دائما نقول يا أخي الناس مو عاجب، آخر ناس ممكن تفكر فيهم وهم الناس. أنت لازم تفكر بنفسك. إحنا لازم نخلق أصلا حوالينا ثلاث دوائر. الدائرة الأولى منو موجود فيها؟ أنت فقط، أنت فقط بمعنى كلمة، لا أم ولا أب ولا أخوان ولا أحد، لأن يعني هذه الدائرة الحقيقية اللي لازم تكون أنت داخلها، تهتم بنفسك، تحب نفسك، تحترم نفسك، بعدين تنطلق للدائرة اللي بعدها اللي فيها الأم والأب والأخوان والمقربين. هني تبدأ تعطيهم حب مختلف، مو نفس حب نفسك. يعني احنا دائما علاقاتنا تخرب وحياتنا تخرب لأن نقول حبيت شخص أكثر من نفسي، لأن احترمت شخص أكثر من نفسي. أنت غلطتك مو غلطته هو. أنت لما تكون هذه عندك الدائرة الذاتية، ودائما تنطلق الدائرة الأوسع والثالثة واللي هي كل الناس اللي هم نسميهم معارف، هم تحبهم وتحترمهم وتتعامل معهم بس مو نفس ما تتعامل مع نفسك. ومتى تصير لخبطة؟ لما الدوائر تدش ببعض، لما دخل الناس اللي بالدائرة الثالثة الدائرة الأولى، ولما دخل الناس اللي بالدائرة الثانية الدائرة الثالثة. يعني في ناس يعامل أهله كأنهم الدائرة الثالثة برا النطاق، كأنهم معارف، وهذا غلط بالعلاقات. لازم تكون كل واحد بمكان الصح، والأهم هي الدائرة الذاتية. لا تنطر التقبل من أحد، صدقني بمعنى الكلمة، إذا كل يوم تقوم من النوم تنطر أحد يشجعك ولا يتقبلك ولا يقول لك كلمة يواسيك، أنت قاعد تضيع وقتك. انت قاعد تضيع وقتك صراحة. كلام جميل مساعد، والله ما ابي اضيف عليك ولا شيء صراحة. الله عليك، انا بفكر وايد بعد هالمقابلة صراحة بالدوائر، وبقعد ارسمهم صدق very interesting، لانه هم احس ان كل دائرة لازم، ولا الدائرة الثانية والثالثة تتغير. يعني مثلا اذا تزوجت انت، ولا ان يوك عيال ولا شيء، يعني الدوائر تتغير صح، فلازم كل بين فترة وفترة تراجع الدوائر وتشوف منو اللي يحتاج يتغير بهالدائرة، منو لازم يضل، منو لازم يطلع، منو لازم. وطبعا في حتى في نطاق الحياة لازم تسوي اختبارات، يعني لازم كل فترة فترة تختبر اللي حواليك من ناحية احترامهم لك، وبنفس الوقت احتياجهم لك، وبنفس الوقت حبهم لك. وهذا شيء مشروع انك تختبر حبك عند الناس بأشياء مختلفة. يعني شلون شلون اقول لك، يعني مثلا احنا بشر في النهاية ممكن نمرض، صح؟ لما تمرض منو اللي يبدأ يدق، منو يسأل، منو يهتم؟ هذا معناته شخص لا زال داخل دائرة الثانية، يسأل ويهتم. في واحد خلاص ما يهتم ولا يسأل، ما نبي نقول نقاطعة، ما نبي نقول طلعة من حياتنا، بس أكيد راح أعمله بطريقة مختلفة، صح؟ لأن ما أعطاني نفس اللي كنت أنا متوقع منه. وما نقول نعلي سقف التوقعات، لأنه هم غلط أن نعليه زيادة، لأن الناس ما راح تعطيك كل شيء تتوقع منهم، بس نخليه واقعي. يعني إذا أنت شخص عزيز علي وقريب مني، أقل شيء لما أتعب توقف يمي، إذا ما وقفت يمي شو الفائدة؟ هذا سؤال لازم تسأل نفسك. إذا هذا الشخص قريب منك ويحبك، لما تطيح ولا تكون تعبان ولا تكون محتاج أحد، ليش ما وقف يمي؟ هذا ضروري جدا. مساعد يعطيك العافية. عافيك. أنت شخصية جميلة. شكراً. إنسان جميل. شكراً. طاقة جميلة. الله يحفظك. والمعلومات ما شاء الله عليها ما تخلص، من أكل، من ماء، من فاشل، من بر، من كل شيء تكلم. أنا أقول هذه معلومات حياة. معلومات حياة صراحة. مساعد مقابلة جميلة، يعطيك العافية. أنا استمتعت صراحة. فرصة سعيدة شباب، ترى ما أعرف الشخص اليوم أول مرة. أول مرة نقابل بعض، بس والله ما شاء الله الكيمستري كان عالي. لا أميزك صراحة، شخصية عجيبة، وتعلمت وايد من هالمقابلة. وهذا الكاميرا مساعد، إذا عندك رسالة ودك توجهها حق الناس، ودك تقولها أي شيء، انطلق. زين، أنا اللي بقوله شغلة واحدة، أبقوله أن كل شخص فيكم يكون نفسه. أهم شيء في الحياة
انك تكون نفسك راضي عن نفسك، حاب نفسك، محترم نفسك. لما توصل لهذه القناعه بالثلاث اشياء صدقني الحب الخارجي راح يجيك لعندك، الاحترام الخارجي راح يجيك لعندك، الاهتمام الخارجي راح يجيك لعندك. كل ما كنت شخص حاب نفسك، محترم نفسك، مهتم بنفسك، وانت نفسك نفسك ما تكون لاحد ثاني، لا تسعى لاحد، لا تسعى رضا احد، لان في النهايه الناس ما راح ترضى عليك، ولو رضوا عليك اليوم باكر ما راح يرضون. خليك نفسك وحب نفسك. On that note guys, take care and we'll see you next time. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget to tip. The sun went down, but we still relit. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. I'm going out. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Hey, baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out.